وصلت رسالة حب لمعلمة أغضبتها جدا من إحدى الطالبات اللي بعمر 12 سنة. دخلت على غرفة الإدارة وتشكل الطالبة. طبعا المديرة بس قرأت الرسالة استنكرت، تداولوها المعلمات، الكل أبدأ استنكارهم وامتعاضهم واشمئزازهم حتى من رسالة البنت. بعت ورا البنت، لما إجت البنت تبين أنها البنت مظهرها مزري، ملابسها مهلهلة، واضح أنه ما في رعاية. ساعتها قلت لهم معلش أشوف الرسالة. مسكت الرسالة، ذكرت الرسائل اللي بالكتب اللي جاهزة اللي بنقولها، رسالة كلها حب للمعلمة من الطالبة. طلعت في المعلمة اللي بعرفها منيح، طيبة وحنونة ومحبة، قلت لهم أظن البنت مش زي ما بتتصوروا، البنت فاقدة الحب، وأنت يا عزيزتي أنت دائما بتتعاملي مع اللي مارق الطريق بالحب وبالحنان، فالبنت بدها تعبر لك عن حبها، بتقول لك بحبك. ما قدرت، لقيت هذه الرسالة اللي كتبتها، نقلتها بالأحرى مش كتبتها، وجابت لك إياها. طبعا بعد هيك المعلمة فرطت في البكاء وكلنا فاقدين أشياء كثيرة، كل حدا فينا فاقد شيء ما، بس أصعب فاقد هو الحب.